الو، اهلين استاذ احمد. الحمد لله تمام، الله يخليك. لا والله انا برات المكتب. اي ما في مشكله، نطلع على القضيه اذا الامور قانونيه بستلمها. اوكي، تبعت لي حدا؟ اي انا موجوده بالمكتب. عطناش، اهلا وسهلا فيه. اوكي بانتظاره. لا ولو استاذ احمد انت بتمون، يخلي لي اياك يا رب. هلا الله معك، باي باي. اهلين شهود، شبكي شهد. شهد شوفي، ليه عم تبكي؟ تردي علي، شو بكي؟ صاير معك شي بالشغل؟ طيب انتي وزيد؟ ما بقى في زيد. شو يعني ما بقى في زيد؟ تركني. تركك؟ لك ليش تركك؟ طلعي فيني. ما له قدر نقنع اهله هالشباب. ليش حبيبتي انتي بهالخمس سنين قدرتي تقنعيهم لاهلك؟ بس اهلي كانوا موافقين. هي قبل ما الازمه تاخذ بعض طائفي. واهله كانوا موافقين قبل ما تاخذ الازمه بعض طائفي. خلص بعتوا انتوا الاثنين بالهوا سوا، ليش عم تحطي اللوم عليه؟ ليش انت قدرتي تقنعيهم لاهلك؟ ليش عم تصفيه بالجبان؟ بس انا قلت له بنزل معك على المحكمه نتجوز بدون موافقه اهلي. ايه شو قال لك؟ يعني هو رفض يغضب اهله وانت ما عندك مشكله. انا بس كان بدي احطهم قدام الامر الواقع. انا ما بدي اغضبه، كمان انا قلت له ماشي نروح على المحكمه، يعني ما في شيء غلط. ايه هلا شو قررتوا؟ ما قررنا شيء. قال هو تعبت اعصابه كثير وهو عم يشوفني قدامه، ما انه قدران يعمل شيء، ولا انه قدران انه يحطني ببيته، وانه اقنع اهلنا كلياته كانه عم يحارب طواحين الهوى. بدي خلص يعني شهد، والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي لي شيء، الله يلعن ابو الحرب. الحرب كنا تجوزنا. حبيبتي الحرب مو طائفية، بس في حدا بالإعلام بيحاول يوصل لنا ويغسل لنا أدمغتنا إنه الحرب طائفية، وللأسف هذا الحدا نجح. بس هي مو هيك. أنا هذا الحكي بعرفه كثير منيح، وأنت كمان. بس أهلي وأهله ناس بسطاء، على قدهم، عايشين بالضيعة، ما بيفهموا اللي نحن بنعرفه ولا بيعرفوا. طيب أنت بدك تضلي هيك عم تبكي؟ ما بتعرفي شو يعني ما يكون في زيت بحياتي. أنا بحبه كثير، هو حبيبي وروحي، هو كل شيء. طيب حبيبتي شهد، أنت قومي بدلي أوعيك وأنا رح أقوم أعمل عشاء وبنحكي. سلموا ان شاء الله خير عافيه، بس ما تكون سويتها حلوه مثل كل مره. لا يا استاذ، ولو سويت لك يا ساد على كيفك. لا عيني عليك. هيا ابو الزهد، انت مقتنع بقرارك يعني؟ اي مقتنع، لانه مو معقول نضل ناطرين هيك ولا شيء. لك يا اخي ليش ولا شيء؟ انتوا ناطرين لحتى يلينوا اهاليكم. طيب معهم الا ما يلينوا. امتى رح يلينوا؟ امتى؟ فهمني، لا تقلي لي رح تخلص الازمه، لانه بدي اضحك هيك وقتها. لك لا مو هيك، بس كيف بدكم تقضوا حياتكم وشكم بوش بعض؟
خصوصا انه انت وهي بنفس النشره وبنفس البرنامج. بسيطه، انا رح اخذ نهار الثلاثاء والاربعاء رئاسه التحرير، هي بتكون عطلت، ونهار نشرتها انا بعطل، يعني هيك لا بشوفها ولا بتشوفني. ايه والبرنامج نسيان انه حضرتك المعد تبعه وهي المقدمه؟ لا ماني نسيان، راح اعتذر عنه. ايوه، على اساس انه الاداره يعني بتمشي على كيفك. بتمشي على كيفي، وين المشكله؟ والله ما بعرف، انت كيف فيك تتنازل عن برنامج الك سنتين ونص عم تتعب فيه؟ لك يا زلمه، اذا راح الغالي للاسف عرخيص، يعني انا البنت اللي بحبها خمس سنوات نازلت عنها، وقفت على برنامج. اخي بدك مني من الآخر، هذا اسمه هروب، وإذا مانك قد هذا القرار نصيحة مني، أنا أخوك لا تاخده. لا أنا قده قده. لو إنك قده ما كنت بتهرب من شوفته. يعني أنا لازم أعود حالي على غيابه. شفت؟ معناها مانك قده. لك أنا بالنهاية ماني حجر، يعني إذا بدي ضل شوفها وتشوفني بكون هيك عم عذب حالي وعذبها، فالأحسن إنه ما نشوف بعض. بتصدق ما عم تركب براسي، يعني كل البشر بتعرف بعلاقتكم وإنه عمره خمس سنين و و و فجأة هيك تنفصلوا، ما عم تركب براسي. تركب تركب. ما بعرف. زيد تفضل استاذ، تقارير النشرة جاهزة، إذا بتحب تشوفها بالمونتاج. روح شوفها أنت، أنا بدي أشوف المدير. يلا أبو الروض لا تتأخر. يلا يلا جايك. حبيبي زيد، لا تستعجل بقرار هذا، بالهدف. إيه. هذا الموضوع محسوم بالنسبة لي. قوم شوف شغلكم. مثل ما بدك. يلا بشوفك، باي. مرحبا. اهلين. انا سأشعر استعرض المواد لما اكون دخلت لي السيجاره بالبوفيه ونرجع منجه سوا. اوكي شكرا. صباح الخير. صباح النور. كيفك شفت؟ الساعة 12. ايه بس لا تقولي لي من قلة الموت، لأنه ما في أكثر منه بهالأيام، أكثر من الفجن. أحيانا الموت ترحمني. يا ريتني موت وارتاح. هدي هدي. هدي. شوفي شاهد، الحياة ما بتوقف عند شخص. بالنهاية بدها تستمر. والأيام كفيلة إنه تنسيكم. وهلا انتم شايفين انه الامور صعبه ومؤلمه وما بعرف شو، بس بالنهايه بدكم تتعودوا. حكى لك؟ ايه طبعا حكى لي. شو حكى لك؟ مشاهد شو بده يحكي لي؟ حكى لي اللي اتفقتوا عليه. هو كثير فرحان ومبسوط وانا 60 عمري؟ لا شاهد، لا القصه مو هيك ابدا. هو لا فرحان ولا مبسوط، صدقيني من جوا رح يموت من القهر ورح يخسر شغله كرمالك. شغله؟ كيف؟ وليش؟ ليك يطلع لعند المدير اللي قدم اعتذار عن برنامجكم اللي هو اعداده ويغير شفتات نشراته. هذا الحكي مو مشاني، هذا الحكي بس مشان ما يشوفني. ليش ما بتقولي العكس؟ ليش ما بتقولي مشان انت ما بقى تشوفيه وترتاحي من شوفته؟ بالنهاية شاهد هو الخسران، لأنه هذا برنامجه اللي تعذب عليه وعده وساواه وقديش ناضل وحط وصايت لحتى تكوني أنت مقدمة البرنامج. بسيطة شاهد. عادي، لا تتهوري ولا بأي ردة فعل. زيد اللي فيه مكفي صدقيني،
وانا بعرف كثير منيح انه زيد اذا ما عم يتعذب مثلك فاكثر منك بشوي، لذلك ما بتمنى يكون بيناتكم اي حاله عداء على الاطلاق. واللي عم يشتغله زيد هو من شانك ومن شانه، هو بالنهايه شخص ماني اناني يا شاد. طيب استاذ سامي، انا كيف بدي ساعدك؟ بدي تنتقل ملكيه الفيلا لاسمي. وشو وضع الفيلا؟ الفيلا مثل ما شفتي لرجل اعمال عراقي، بس له 4 سنين ما فات على البلد بسبب الحرب، وانا شريكه هون بالترد بكل مشاريعه. طيب فيني اعرف شو طبيعه مشاريعه؟ هلا بالنسبه للفيلا احنا كنا نستخدمها مكتب خدمات اعلاميه، كنا نصور تقارير وبرامج للمحطات العراقيه. طبعا فيها اجهزه ومعدات؟ طبعا. في شيء باسمك من الاجهزه؟ هلا هو اشترى كل المعدات، بس نحن في عقد شراكة بيناتنا على تكاليف الإنتاج والجهد، بيتضمن الضيوف والكادر ومستحقاتهم المالية. طيب أنت أخذ حقك بالكامل منه قبل ما يسافر؟ طبعاً لا، هو سافر من 4 سنين. وبعدها اشتغل المكتب؟ اشتغلنا شي سنة وبعدين وقفنا. ليش؟ بسبب الوضع بالمنطقة هنيك، الموظفين ما عطلوا. طيب مين كان يدفع أجور الموظفين بعد ما سافر شريكك؟ أنا طبعاً. ومردود المواد اللي كنتوا تنتجوها؟ كان لألي. طيب هو عطاك الأوكي بأنه تنتقل الملكية لإسمك؟ نحن عملنا عقد بيع للفيلا، بس للأسف ما فرغها بالدوائر العقارية، ولي 3 سنين عم حاول اتصل فيه على ما يبدو مغير أرقامه. طيب أستاذ سامي، معناته أنا رح اطلع على الأوراق ونشوف شو بدنا نساوي. معناها نحن منضل على التواصل. شكرا لك. ولو أهلا وسهلا فيك. بعده بتلاقيهم مزعلين كالعادة، بعد شوي ما بتلاقيهم غير تصالح ورجوا حكوا مع بعض مثل الأول. كأنه سمعتنا؟ شو بس نحن منتبهين لوضع؟ لا والله، كل المحطة صارت تعرف قصته. شفتيه لزيد اليوم؟ أي شفته. ايه شو ايه؟ هو عم يهرب مني وانا عم بهرب منه. احسن. شو احسن؟ بتعرفي انه غير دوامه مشان ما يشوفني، واعتذر حتى عن اعداد البرنامج. ومشان كمان انت ما بقى تشوفيه وتتحسر عليه، عرفتي ليش؟ كمان احسن. صدقيني اذا ضليتوا بوش بعض ما رح تقدروا تنسوا بعض، رح تتعذبوا كثير. يعني انا هيك ما عم بتعذب؟ بتعرفي شو يعني تعيشي مع واحد 5 سنين من العمر كل تفاصيل حياتكم؟ بتصيري بتعشقي، بتتنفسي، بتصير روحك، صباحك، مساكي، لك نومك، لك فائتك، لك أملك الحلو بهالدنيا. ايه؟ هيك؟ هيك بكبسة زر بدك تنسي؟ أنا ما فيني، ما فيني. حبيبتي والله بعرف إنها صعبة، بس كمان بتضلوا بوش بعض، يعني هيك أصعب رح تكون عليكي. لين، ليش ما عم تفهميني؟ أنا ما فيني أعيش بلا ولا ثانية. إذا بمر يوم ما بشوفه ما بحسبه من عمري. بتعرفي وقت اللي كان يمر يوم ما شوفه؟ كسف شغل، نام، أعمل أي شيء، المهم يمر الوقت بسرعة لحتى يجي تاني يوم وشوفه وينبسطوا عيوني بشوفته وقلبي يرتاح لشوفته. ما تفهميني؟ ما بعرف شو بدي أقولك، بس يعني هي الحالة بتشبه الموت. ما فينك تعملي شيء، ألم الحزن والفراق صعب إنك تنسيه بسرعة. مو الموت، سرطان. سرطان. السرطان ما إله دو، بس حالتك إله دو. بكرة الأيام رح تثبت لك، بكرة تتعرفي على حدا تاني رح يعبي حياتك،
ورح تكوني سعيدة كتير معه. ما بقى عندي قدرة أحب حدا بعد زيد أبدا. لا تحبي، تزوجي زواج تقليدي وجيبي ولد ومارسي أمومتك، ورح تشوفي كيف رح يعبي عليكي حياتك ورح تحسي بالسعادة. شو سهل الحكي. آخ يا لين، ما سهل الحكي، يا ريت الحكي مثل الفعل. لك ايه، بتصير بتصير. اما شو اجى اللي عندي اليوم شاب يا شهد؟ يا لطيف يا لطيف. شبه يا لطيف شبه لك شاب بيطير ضبانات العقل وسامة وشبوبية ومال، لك والأحلى من هيك مانو حاطط محبس بإيده. ايه وشو بده؟ لا ولا شيء، يعني تبع انه ملكية وشراكة وراء وقصص، يعني ما قلك فيها انت. والشاب الإعلام يعني. اه صحفي؟ لا هو مانو صحفي، هو رجل أعمال بس عنده مشروع إعلامي. اها ايه بخصني الموضوع شيء؟ شو بدي فيه انا يعني؟ لا ولا شيء، بس انه عم احكي لك ليكون عاجبك. طبي والله اذا طلع بايدي ما رح اقصر. ايه لا تقصري. صحيح شو عندك بكره؟ بكره الثلاثه ما عندي شيء. لا تقلي لي بدك تقعدي بالبيت وتقضي على انواح وذكريات. لين رجعنا؟ لا رح اقضيها ذكريات ولا شيء، مع انه كانت اجمل ذكريات. اراجيل، كافيات، مشي بالشوارع، دائما يوم العطله لزيت. بس هلا يا حسره. طيب شو رايك بكره انا بخلص شغلي على الوحده ونص، تمر الى عندي على الوحده، بنطلع هيك بنتغدى بشي مكان ومنأرجل وبلا زيد وبلا عمر. بلا زيد وبلا عمر، بنشوف. كفي سيجارتك وخليني اقوم ضب السفره، اجلي الجليات وعليكي نفس الأرجيلة. بدي روق. ها تكرمي ست شهد من عيوني. يلا أخي، أنا بآمن بالمثل اللي بيقول ما في شيء بنس الحب غير حب تاني. شو قصدك؟ ما فهمت. يعني شف لك شي بنت حلوة حبها، صاحبها، رافقها، ما بعرف تحت أي تسمية أنت بتشوفها مناسبة، وطلع من حالة القوقعة اللي أنت عايش فيها والتوتر والقلق اللي معيشني ومعيش حالة فيه. شو عم تحكي أنت يا صاحبي؟ شو عم تحكي؟ أنا فيني أحب حدا تاني، كان بحب الأشاهد، أنت بتعرف هذا الشيء، والموضوع مو بس هوني. والله يا زيد بدك تشوفه من وجهة نظر بسيطة لحتى تشوفه سهل، وهيك أريح لك وأريح لك. اما اذا بدك تعقده مصيبه. طيب انا رح اجي معك، اعتبرني حبيت بنت تاني. شو موقفها لشهد؟ بدي تعرف انه رح تعتبرني انا صار لي 5 سنوات عم خونها وعم بكذب عليها. يعني انت برايك نحل الموضوع؟ مو هيك اخي، ممكن هذا الموضوع اللي انت عم تحكيه يساوي لها رده فعل، وبالتالي ترتبط بانسان تاني وانت بترتبط بانسانه تانية، وبالتالي كل واحد بيروح بطريق. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ شو عم تخبص؟ مستحيل هذا الكلام، ما بقدر اتخيله، ما بقدر، ما بتجرأ اني اتخيله مع حدا تاني. زيد انت رح تجلطني نظامي على فكره، يعني بدك اياها وما بدك اياها. اخي هاي البنت حقها الطبيعي انها تتزوج سواء انت ولا غيرك، لذلك اتركها خلاص، خلي البنت تشوف حياتها يا اخي. مستحيل، ما تصبر ما تصبر. ما اخي طيب بروحوا تزوجوا خلصونا بقى، تزوجوا. لك اهلي واهلها شباك شباك، بدي اعيد الموضوع، اهلي واهلها ما بيوافقوا، خلصنا. لك يا حبيبي انتوا الاثنين بالغين راشدين والقانون بيشرع لكم، روح انزلوا على المحكمه وسجلوا بعضكم وبلا هي الشكليات والعادات والتقاليد. بعدين على قولة زياد يعني خلص بلا ولا شيء، بلا ولا شيء. على فكرة أنتم ما عم تفهموني، ولا واحد فيكم عم يفهمني، كلكم عم تتهموني أنه أنا شخص أناني، وأنا ماني شخص أناني، حتى أنت. هي مشكلتها عم تتصرف بشكل عاطفي، مو مقدرة حجم الكارثة لقدام. إذا تزوجنا بعض نحن رح نعيش وحيدين، لا أهلي ولا أهلها، الأولاد رح يربوا وحيدين، لا عم ولا خال ولا أي حدا. عم تفهم؟ أنا عجزت خلص، ما عاد عندي حلول نهائياً.
والله جد. يا اما روحوا تزوجوا يا اما اتركوا بعض، ما في ولا حل ثالث. خلص طيب في حل. شو رايك اغلبك دق طاوله من كعبة ست؟ ماشي وافقت. استاذ سامي، انا بدي بيانات بكل المواد اللي انتجتها بعد ما سافر شريكك وبتكاليفها اذا بدك. هلا كلها موجوده بمراسلات بينه وبين المحطات. فاكسات يعني؟ تماما. ممتاز هالحكي، وينهم؟ بكره بيكونوا عندك. تفضل. هاي. اهلين شهود، كيفك؟ تمام كيفك؟ مرحبا. يا اهلا. بعتذر كانه انت مشغوله، رح اتصلك برا لتخلصي. اوكي؟ لا لا حبيبتي تفضلي ولو. تفضل استاذ سامي. شكرا. رفيقتي شهد اعلاميه ومذيعه بالتلفزيون. ولو غنيه عن التعريف. شكرا. الاستاذ سامي رجل اعمال ومكني بقضيه. اهلا وسهلا، تشرفنا. تشرفنا بحضرتك. كيفك مدام شهد؟ آسف. كيفك آسف شهد؟ الحمد لله منيحه. بصراحه انا بتابعك وبرنامجك كتير مميز، خاصة انه بيسلط الضوء على مشاكل الناس المنسية. منسية؟ ما بظن انها منسية او حدا بيقدر ينساها، ما الكل عايشة تقريبا. انا قصدي انه منسية من الحل. اذا هيك معك حق. بس انت شو عم تستفيدي؟ انت عم تطرحي المشكلة بس ما عم تطرحي الحل. يا استاذ سامي، مثل ما بتعرف الاعلام مهمته نقل صورة الواقع، نقل هموم الناس وجعهم، بس بالاخير الحل عند المسؤولين. وانت برايك المسؤولين ما بيعرفوا الوجع؟ اكيد بيعرفوا، ما هن سبب وجع الناس. معناها البرنامج ما عم يحقق هدفه. يا سيدي واعتبره فشه خلق. هو هيك. على فكره انا اشتغلت سابقا بالاعلام، بس اشتغلت كمنتج، منتج برامج ثقافيه سياسيه وتقارير اخباريه. اشتغلت شو يعني بالماضي؟ تمام بالماضي. وهلا؟ هلا بتعرفي الظروف ما عم نقدر نشتغل. معناها كان مشروعك ربحي؟ اكيد، أنا بالنهاية رجل أعمال. معناها مثل برنامجي ما عم بيحقق هدف، بس على الأقل بيحقق ربح مادي. وأنا كمان برنامجي عم بيحقق لي ربح مادي. يا ستي عظيم، البرنامج كان إعدادك ما هيك؟ الحقيقة أنا مشاركة إعداد هو في له معد رئيسي. مين هو؟ زيد شاهين. إيه مزبوط، أنا قاري هالاسم. هلأ أنا وشهد بدنا نروح نتغدى ونأرقلب باب توما، شو رأيك تشرفنا أستاذ سامي؟ بتشرف بس بشرط. شرط؟ إنه أنا اللي عازمكم. يا سيدي ونحن موافقين؟ لا لا ما بصير. لا بصير بصير. لكن تفضلوا هلأ ونكمل حديثنا بالمطعم. يلا ناطركم بالسيارة. مجنونة؟ كيف تقبلي انه نطلع معه وما بتعرفي غير من امبارح وما في شيء بيجمعك فيه غير وكالة عمرة يوم، وبدك تاخذيني معك كمان على الغداء؟ لك حاج بقى منغير جو، بعدين منغير سيار، حاج ماسكتي لي سيرة زيد، حبكم الجارف اللي ما بقى يخلص. هلا عجد انت ناوية تطبقيه؟ لك ايه، نلزق هالعجينة ونشوف شو بقى الله بيسر. يلا تفضلي. ما عرفتك والله. مبروك، أنت الآن مهزوم. يعني شو الغريب بالموضوع؟ ما أنا مهزوم مهزوم. أيوة. هلا كل ما حكينا كلمة بدك تساوي لها إسقاطات على واقعك المرير وخيبتك العاطفية. نسكت يعني ما نحكي معك ولا حرف. صار الساعة 2:00، أمي مشي هون، تأخرت. وعلى شو تأخرت؟ ما بعرف. خلاص يا زلمة، ليك قاعدين عم نضيع وقت نتسلى، شو بدنا نروح نساوي؟ هيك نتصفن هيك وجوه بعضنا، نتذكر خيباتنا ومدري شو. خلاص عم نتسلى ونضيع وقت هون. عم فكر دق لها لشهد. شدت لها حبيبي انت، مو على اساس تركتها؟ ما فيني، ما فيني والله. هيك ما بيمشي الحال لك زيد، ما بيمشي الحال هيك. بعدين شو بدك تقول لها؟ شو بدك تحكي معها؟ ما بعرف ما بعرف. المهم اسمع صوتها، إلا سامحيني، إلا اشتقت لك، مسكر الخط خلص.
شوية موسيقى تصويرية معها ما بيكون أفضل هيك. شبه شو عم يصير معك؟ مثل المراهقين يا رجل. مراهقين؟ هذا طلع معك على أساس الحب يعرف عمر؟ الحب هو هو مراهقة شباب. إذا ختيارنا لأنه بس فكرنا بالحب ما عادوا حب، صار منطق اسمه هذا. يعني رجعنا لنفس الدوامة، نفتق ونعيد. بدك ترجع لمو؟ لا 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 مو هيك، بس لازم تسامحني، لازم تفهم موقفي. ما بصير هيك تفكرني حدا انتهازي واناني. لازم 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 تفهم موقفي. هلا انا من شوي قلت لك انه الحلول عندي خلاص سكرت، ما عاد في عندي ولا حل، بس فجأة هيك لمع براسي حل فظيع على فكرة. الأمم المتحدة، ما إلك غير الأمم المتحدة مثل ما أني شايفك. قلتك المصالحة الوطنية تمشي؟ مظبوط يا زيد، مو بس لوضعك، لكل شيء صالح الوطنية أحسن شيء. يا جماعة ما بعرف شو بصير لي وقت بمشي بشوارع الشام القديمة، بحس هيك انه روحي تجددت. يعني هالحجر بتحس انه في سحر، في روح، ما بعرف. مظبوط، الشام القديمة ما في احلى منها، بس انا ما برتاح غير باللاذقية وخاصة بالبحر. معناها انت من اللاذقية؟ من اللاذقية. انت من وين؟ انا من حمص. مدينة ولا ريف؟ وبعد شوي بتسألني من شرق حمص ولا من غرب حمص لحتى تعرف شو اسم ضيعتي، وبعدها لحتى تعرف من اي طائفة انا. لا اكيد ما قصدت. قصدت ولا ما قصدت، للاسف يا استاذ سامي نحن صايرين عم نفكر بهي الطريقه بعد الازمه. لازم كل واحد يعرف مين الطرف اللي مقابله لحتى يعرف كيف بده يحكي معه وكيف بده يتحاور معه. هلا انا برايي انه يمكن اكثر سؤال بينسال بهالفتره هو انت معارض ولا موالي. هي وجهه نظرك بس انا بخالفك. على فكره من طول عمره سؤال انت من وين هو سؤال مبطن عن شو طائفتك بس قبل الأزمة، بس للأسف تسلط عليها الضوء وصرنا نشوفها بعد الأزمة. مو صحيح، طول عمرنا متعايشين بتركيبتنا الطائفية بمجتمعنا، بس بعد الأزمة للأسف تغير كل شيء. يا ستي إن شاء الله نضل هيك. لا قصدك إن شاء الله نرجع مثل ما كنا. إن شاء الله بنرجع. إن شاء الله. تفضل. مستحيل، مين هاد؟ وين المستحيل يا أخي؟ بنت مع رفيقتها، وهذا الشاب بجوز يكون حبيبة أو رفيقة أو خطيبة، وين المستحيل؟ لك اللي معها لين بعرفها من سنة ونص تاركة حبيبة وقاعدة معها، مين هاد؟ لا تستبق الأحداث يا حبيبي، لا تستبق الأحداث، لسه امبارح اللي تركته، لحقت ترتبط بسوي مواعيد، شبك أنت؟ حاجني يا زلمة، حاجني لازم أعرف مين هاد. اعتقل البنت بقعتها، ما حاجت لما بدي إياكي، لسه بدك تقطع بنصيبها؟ أخي لنفترض أنه هذا الشاب بده يخطبها، أنت شو دخلك؟ شو إلك علاقة؟ لك شلون شو دخلني؟ واحد قاعد مع حبيبتي شلون شو دخلني؟ اسمعني، تصالح مع نفسك وهدي. أنت لازم تتهيأ أنه تشوف بأي لحظة ابن على حضنة أو مشانق لجوزة. تصالح مع نفسك بس. شرفك. شو عم ساوي؟ احكي معه شو عم ساوي. بلا جنان. خلاص إيدك.
بنسهش. مين اللي دخله؟ وطي صوتك هدي عيب. انا هلا تاكدت انه انت فعلا واحد مجنون. انا مجنون؟ طيب ماشي تعال هون. وين رايك؟ وين رايك؟ نازل شوف مين اللي قاعد مع خطيبتي. مع مين؟ مع خطيبتي. هلو انت ادى لهي الكلمه؟ ايه ادى. ادى؟ ايه. روح اخطبها لكن يلا روح اخطبها. وين رايك؟ على البيت. يلا تفضل. سابقا حياتي سابقا. ولا نسيتي انه تركك؟ هليك شهد هلا صار لك حياتك الخاصه، هو ما عاد له دخل فيها. عم تفهميني؟ بعدين شهد حبيبتي، انت بالايام الجايه لازم تتوقعي كل شيء. ممكن تشوفي معه حبيبته او خطيبته يا ستي، وبجوز مرته. صحيح. لا يا ستي صحيح، خلاص حاجه اصحي من اوهامك، عيشي حياتك. بدك تضلي هيك لا معلقه ولا مطلقه؟ انت شو دخلك فيني؟ انا شو دخلني فيكي؟ ايه؟ يا ستي رح اقول لك شو دخلني فيكي. دخلني فيكي انك رفيقتي وصديقتي وبحبك مثل اختي، ولا نسيان انه احنا ربينا سوا بالضيعه وكبرنا سوا وطلعنا سوا. بالنتيجة أنا ما بدي غير مصلحتك. بدك مصلحتي؟ مشان هيك عم بتطالعيني تعرفيني على واحد ما بعرفه ونتغدى سوا؟ مشان تطبقي؟ لا يا ستي ما عم طبقه إلي، أنا عم طبقه إلك. إيه؟ لأنه كتير لابقين لبعض. هو شخص كتير مناسب إليك، وخصوصي بهذا الظرف اللي أنت عم تمرقي فيه. وليش مو لإلك؟ ببساطة أنا ما بدي أتجوز. ليش؟ لساتك بتحبي مؤيد؟ لساته بعقلك وببالك وما بتقدري تنسيه؟ أنا ما بنكر إنه مؤيد حبيته كتير، بس هو ما نوع عقبة بحياتي. بس أنا انأذيت منه كتير على قد ما حبيته، وأنا ما بدي إياكي تنأذي، لأنه أنا عشت الألم، ما بدي إياكي تعيشي. عم تفهمي علي؟ يعني حابة أسس بحياتي بيت وسيارة ومكتب قبل ما أرتبط، مشان ما يجيني واحد مثل مؤيد بيعيرني على الطالع وعلى النازلة بنواقصي. لأنه ما في شاب على قد ما كان بيحبك إلا بده يعيرك بنواقصك. طيب أنا فايدة غيرت ثيابي. شرف يا حبيب الروح، وهي أحلى ثلج لأحلى أو الزود. ها والله العظيم ما عم صدق، ما عم صدق كيف ممكن هيك حب ينتهي بنهار واحد بكلمة واحدة. ما عم تفوت على دماغي يا زلمي، والله العظيم ما عم تفوت على دماغي. كيف البنت عندها قدرة هيك تنكرك تخلى عنك ببساطة؟ والله العظيم ما عم صدق. طول بالك،
زيد أنا بتمنى إنه ما تظلم لشهد لأنه بتحبك كتير وبحياته ما قل حب لإلك قيد أنملة. أنا امبارح شفت البنت وما بكون عم بالغ نهائيا إذا بقلك إنه رح تموت عن جد رح تموت. زيد حبيبي البنت إذا مشيت مع شاب مو معناها إنه في بيناتهم علاقة، بتمنى تفهمها لهي القصة كتير منيح. بعدين كان معهم بنت ثالثة، يعني كان معهم لين، بجوز هذا الشاب من طرف لين مو من طرف شهد. إن شاء الله فهمني ليش ما عم ترد على مسجاتي؟ ليش ما عم تسترجي ترد؟ ليش لحتى تبعت لي تقلي انت ما دخلك؟ مين اللي دخله؟ اذا انا ما دخلني مين اللي دخله؟ ايه ايه انت فعلا ما دخلك. خلاص يا اخي انساها للبنت، فعلا ما دخلك. ماشي ما تزعل مني، انا ما حابب اسمع ولا كلمه بهالموضوع لو سمحت. لا بدي ازعل منك لانك انت رفيقي، انت رفيقي ولازم توقف معي. انا واقف معك ورح تكتشف اني انا واقف معك، بس برجع بقول لك وبنصحك طالع البنت من راسك انساها. شو عم تسوي؟ بعت لها مسج. شو عم تسوي؟ لا لا تبعت لها مسج لانه ما راح ترد، واذا ردت راح تستفزك اكثر. حبيبي هي البنت مجروحه، مجروحه من جوا وانت سبب جرحها، لذلك خلص. اسلخ. وانا من وين بدي لحالك مشروب؟ ما بعرف دبر راسك. تفضل استاذ سامي. شكرا كثير. ولو على شو؟ واجبي. هلا صحيح خلصت القضية، بس هذا مو معناه انه ما عاد نتلاقى ونتواصل. لا اكيد هذا الشيء بشرفني. تفضل. وهي بقية اتعابك. شكرا كثير، كلك ذوق. بدي اسألك سؤال. اي طبعا تفضل. رفيقتك شهد شو اخبارها؟ رفيقتي شهد؟ منيحة. يعني إذا عزمتكم على العشاء بهالمناسبة بتقبلوا؟ يعني قصدك أنا وشهد؟ إيه إذا ما عندكم مانع. أنا موافقة بس شهد ما بضمن لك إياها. إيش يعني هي مرتبطة؟ لا لا أبداً، بس هي يعني ما بتحب الفوتة وتطلع كتير. آه مشان هيك كانت محروجة هديك المرة على الغداء. إيه تماماً. بس يعني هي إعلامية ومفروض يكون لها علاقات كتير وتطلع وتفوت، على القليلة مشان تنقل هموم العالم. خلص ما تهتم، أنا راح أقنعها. هلا أنا بصراحة كان بدي إياها مشان موضوع شغل، بدي أقدم رعاية لبرنامجها. والله جد؟ بس كيف؟ هلا أول شيء أنا بعلن لشركتي، وتاني شيء هي ممكن تستفاد مادياً، فريت تأمني لي لقاء سريع معها. إذا هيك من عيوني، تكرم عينك أستاذ سامي. إذا بيكون بكرة المساء بيكون كتير منيح. خلص إن شاء الله، بتصل فيك. شكراً مرة تانية، وأنا بانتظار تليفونك. شرفت أستاذ سامي، مبروك الفيلا. الله يبارك فيك. يلا باي. الله معك، شرفت. فكرت وقررت. ايه شو؟ شو شو؟ اكيد لا. بكل عم ماقي بس راسك. يعني انا ما بعرف ليش ما عم تعطي حالك فرصة، بتعطي للشاب فرصة كمان، لك والله بيستاهل واحسن لك من زيد، رح تعيشي معه مرفهة. هاتي فحمات هاتي. طيب انسى اني معجب فيكي، شو في مشان الرعاية تبع برنامجك؟ لك لين انت صدقتي مشان الرعايه تبع برنامجي؟ هاي حجه بس لحتى يتقرب مني، انا شو خصني بالموضوع؟ بروح على المدير العام بيحكي معه.
لك شلون شو خصك؟ مو انت اللي جبت الرعاية؟ يعني إلك الحصة الأكبر. دخليك؟ هلأ الشركة بده يعلن عنا. شركة شو؟ ما بعرف، ما سألته. وليش ما سألتي؟ لأنه بدي اياكي تقتنعي انت تروحي لعنده وتسأليه. لا ما حذرتي، ما رح روح. والله يا حوبي عرفان شو عم تفكري، عم تقولي لحالك هلا شو بده يقول عني بكره زيد؟ رح يقول تركتها من هون ودارت على حال شعره من هون، سبونسرات للبرنامج وما بعرف شو، بشرفك مو هيك؟ لا مو هيك. لا يا ستي هيك ونص، صار لكم شهر ونص تاركين سأل عنك؟ لك حاجة عم تراعي له مشاعره؟ بلشي حياتك، أصلا لازم من أول يوم تركك فيه كنتي بلشتي من جديد. ما بعرف. خلص ولو ليش أنا عم ناقشك؟ مع مين عم تحكي؟ شو عم تعملي؟ ما دخلك. شلون ما دخلني؟ شش. ألو؟ مرحبا، كيفك سيد سامي؟